ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس للعمومة ولايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار الدولار والعملات العربية والعالمية اليوم السبت 28 مايو 2022 ونبدأ. الدولار الأمريكي سعر البيع 18.55، سعر الشراء 18.61. اليورو سعر البيع 19.78، سعر الشراء 19.96. الجنيه الاسترليني سعر البيع 23.29، سعر الشراء 23.49. الدولار الكندي 14.44 بيع، 14.54 شراء. الين الياباني 14.54 بيع، 14.70% شراء. كورونا الدنماركي 2.66% بيع، 2.68% شراء. كورونا النرويجي 1.93% بيع، 1.95% شراء. كورونا السويدي 1.87% بيع، 1.89% شراء. فرنك سويسري 19.26% بيع، 19.42% شراء. الدولار الاسترليني 13.9% بيع، 13.23% شراء. الريال السعودي 4.94% بيع، 4.96% شراء. الدينار الكويتي 58.36% بيع، 60.87% شراء. درهم الإماراتي 5.5% بيع، 5.7% شراء. الريال القطري 4.76% بيع، 5.8% شراء. الدينار البحريني 47.93% بيع، 49.36% شراء. الريال العماني 47.8% بيع، 48.44% شراء. الدينار الأردني 25.80% بيع، 26.24% شراء. اليوان الصيني 2.75% بيع، 2.78% شراء. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الدولار والعملات العربية والعالمية في مصر ليوم السبت 28 مايو 2020. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والعمل بلايك. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.